افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فعاليات النسخة الثالثة لدورة الألعاب غرب آسيا البارالمبية البحرين 2022، وذلك في الحفل الذي أقيم في قلعة عراد بحضور عدد من المسؤولين في المملكة ورؤساء الوفود المشاركة. وأعلن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن افتتاح منافسات هذه النسخة من الدورة التي تتنافس فيها 11 دولة بمشاركة 700 لاعب ولاعبة وبحضور 70 من الأطقم التحكيمية والتصنيفية الفنية من 26 دولة مختلفة، حيث يتنافس المشاركون في 7 رياضات مختلفة. وبهذه المناسبة قال سموه: يسعدنا أن نفتتح منافسات النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، وإذ نعرب عن اعتزازنا الكبير بأن تكون البحرين حاضنة لمنافسات هذه النسخة من الدورة التي تشهد مشاركة واسعة من الرياضيين، والذي يؤكد على دعم الجهود لتعزيز مكانة المملكة كقبلة لاحتضان مختلف البطولات والمحافل الرياضية، بما يدعم مكانة البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية. وتابع سموه: إن إقامة هذه الدورة ما هو إلا امتداد حقيقي للنجاح الذي حققته مملكة البحرين خلال استضافتها لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب لعام 2021، والذي يؤكد على ما تمتلك البحرين من جاهزية على المستويين اللوجستي والتنظيمي، والذي ساهم في أن تكون المملكة وجهة مثالية لإقامة البطولات الرياضية المختلفة، والذي يعزز من التوجه في دعم السياحة الرياضية بما يحقق الاستثمار والصناعة في المجال الرياضي، متطلعا سموه إلى أن تحقق هذه الدورة النجاح المنشود، متمنيا سموه كل التوفيق للمنتخبات المشاركة. وكان حفل الافتتاح قد بدأ بوصول سمو راعي الحفل ثم عزف السلام الملكي ودخول طابور العرض للمنتخبات المشاركة. بعدها ألقى رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة العليا سعادة الشيخ محمد بن دعيجة الخليفة كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، مشيدا بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة في دعم مسيرة رياضة ذوي العزيمة في كافة المجالات، ومن بينها المجال الرياضي الذي شهد إنجازات مشرفة. كما ألقى رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الدكتور عبد الرزاق بن رشيد كلمة أعرب فيها عن وافر الاعتزاز والتقرير لقيادة وحكومة وشعب البحرين، وإلى اللجنة الوطنية البحرينية على مبادرتها الرائدة بإصرارها على استضافة النسخة الثالثة من الدورة على الرغم من التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم وعلى رأسها انتشار فيروس كورونا. بعد ذلك تم رفع علم الدورة، واختتم الحفل بتقديم عرض فني يحكي استضافة مملكة البحرين للدورة.